سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن اتهام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للصحفيين والإعلاميين بالخيانة. أدانت نقابة الصحفيين تحريض القيادي في المجلس الانتقالي هاني بن بريك ضد الصحفيين ووصفته بالخطير. وقالت النقابة في بلاغ صحفي أنها تابعت التحريض الخطير الذي صدر عن بن بريك ضد صحفيين في عدن، اتهمهم بالعمالة والعمل ضد الوطن. إلى ذلك وثق مرصد الحريات الإعلامية العام الماضي 143 انتهاكا ضد الصحفيين والصحافة في اليمن. ووفق تقرير للمرصد فإن الصحفيين في اليمن يعملون في بيئة معادية بسبب تزايد عدد الممارسات القمعية. وأوضح التقرير بأن ميليشيا الحوثي تعد الطرف الأكثر انتهاكا للحريات الإعلامية. إذا نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: أسباب وآثار وصف المجلس الانتقالي الجنوبي للصحفيين بالخيانة، وموقف المنظمات الدولية من الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة، وكل عام وأنت وجميع المشاهدين والشعب اليمني بألف خير وعام مليء بالأمان والاستقرار بإذن الله. وأنت بألف خير يا رب. ولكن يعني نتساءل هنا سيد توفيق يعني عن واقع الصحافة اليمنية بشكل عام، كيف تنظر إلى واقع الصحافة؟ في حقيقة الأمر واقع الصحافة اليمنية منذ 21 سبتمبر عام 2014 دخل مرحلة سوداوية، أصبح كل طرف في مناطق سيطرته يسعى لأن يصبغ تلك المنطقة باللون الواحد، وبالتالي يسعى إلى تكميم الأفواه والتحريض ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بل وصل بهم الأمر إلى قتل الصحفيين في محاولة لإخفاء الحقيقة. الوضع بشكل عام وضعا سوداويا، اليمن تعد من أخطر المناطق والبيئات التي يعمل فيها الصحفيون عبر العالم، بشهادات منظمات إعلامية متخصصة في ذلك، ومنها يعني الإعلامي الدولي، الصحفيين الدوليين العالميين الذين تحدثوا في أكثر من تقرير عن الوضع الإعلامي في اليمن، إضافة إلى عدد كبير من التقارير تتحدث، أنا لا أسميها انتهاكات بل تجريف شامل للبيئة الصحفية في محاولة لمنع أي صوت معارض لأي طرف من الأطراف. وكما بين في تقريركم بأن النسب طبعا تختلف من منطقة إلى أخرى، لكن بشكل عام جميع أطراف الصراع في اليمن انتهكوا أو مساهمين ومشاركين في انتهاكات حرية الصحفية، وإن كانت جماعة الحوثي تأتي في مقدمة هذه الأطراف المنتهكة. نعم، طيب تكرم بالبقاء معي سيد توفيق، وأرحب هنا بضيفي من مأرب رئيس منظمة صدى للإعلاميين يوسف حازب. سيد يوسف مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، وبك والأستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك سيد يوسف. يعني نتحدث اليوم عن واقع الصحافة في اليمن والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين بشكل مستمر، يعني انتهاكات مستمرة بحق الصحفيين، ما هي أسباب ودوافع ذلك من وجهة نظرك؟ نعم، الحقيقة هناك عدم احترام لحريات الصحافة للأسف الشديد من قبل جميع الأطراف. نعم. وعلى رأس تلك الأطراف جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي للأسف الشديد. هناك تجريف، عملية تجريف ممنهجة تتم في مناطق صدرة جماعة الحوثي. أعتقد لم يعد هناك إلا صوت واحد في مناطق سيطرتها، وتحاول يحاول المجلس الانتقالي من خلال مسلحيه، وللأسف الشديد يظهر علينا قيادته مؤخرا، ليحرضوا بصوت واضح وجلي على الصحفيين. ظهر هاني بن بريك للأسف الشديد بالأمس وهو يعني بصورة مماثلة لظهور عبد الملك الحوثي. ذكرنا بعبد الملك الحوثي
يومها حين حرض على الصحفيين ودعا مسلحيه لقتلهم باعتبارهم اخبر من المقاتلين في الجبهات. هناك لا مبالاه بحرص الصحافه، وكل المواثيق والمعاهدات الدوليه والقانون الانساني الدولي هذه كلها تضرب عرض الحائط. وهناك يعني اعتقد الصحفي هو الناقل للحقيقه، والجميع يخاف من هذا، يخاف الصحفيون ويحاولون الاعتداء عليه في اشكاكه. نعم، لكن يعني الا يعد مثلا مساله الصحفي ان يكون مثلا منتمي الى جهه وبالتالي يعني يسخر عمله في خدمه جهه معينه، وصحفي اخر ايضا بالجهه المقابله يعمل بنفس الطريقه، وايضا الاعلام الرسمي الذي يعني يسخر المهنه في خدمه الدوله و او عفوا في خدمه الحكومه والرئيس، وهذه القصص الا يعد هذه مبررات لان يكون الصحفي وسط دائره من الصراع وبالتالي يتحمل تبعاتها، ام ان الوضع يعني يسير بشكل طبيعي والاعتداءات هي تظل استهداف واضح واعتداءات مدانه؟ الصحافه الموجهه يا صديقي العزيز، الصحافه الموجهه ليست عيبا وليست جرما، الجميع يعمل، الجميع دوليا وعلى مستوى المؤسسات الدوليه والدول العظمى وفي منطقتنا العربيه، والجميع يستخدم الصحافه الموجهه، وهذه هي سياسه تدعى كثير من المؤسسات، وليست جرما وليست عربا عيبا، ولم يجرم القانون الدولي هذا، يعني هي نوع من انواع الصحافه، ويجب التعامل مع الصحفيين الذين يعملون في الصحافه الموجهه بشكل طبيعي جدا. الا ان الحرب للاسف الشديد القت، والخلاف الداخلي والانقسام القت بظلالها على الصحفيين اليمنيين، واصبح الصحفي مستهدف بسبب انتمائه او بسبب الجهه التي يعمل معها. وللاسف الشديد هناك كثير من المؤسسات الاعلاميه كمؤسسه الشارع وغيرها تعمل من عدن، لكنها ايضا تتماشى نوعا ما مع توجه المجلس الانتقالي او غيره بالضبط. لكنها صدرت وتم اقتحام مكتبها في فتره من قبل عناصر المجلس الانتقالي، يعني هناك حرب عبثيه ضد الصحافه بشكل عام بغض النظر عن كونها موجهه او غير موجهه. نعم، ويجب ان يدان هذا، ويجب ان يقف على اليمنيين جميعا وعلى الاطراف اليمنيه جميعا ان تحترم الصحافه وان تحترم الصحفي اليمني بغض النظر عن توجهه والمؤسسه الاعلاميه التي يعمل معها. جميل. الصحفي لا يحمل رصاصه، الصحفي ليس مقاتلا في الجبهات، الصحفي لا يحمل رشاشا، الصحفي يحمل قلما خطرا ويحمل كاميرا. نعم، إذا وضحت الفكرة. ابقى معي سيد يوسف، أعود للسيد توفيق الحميدي. يعني سيد توفيق، لعلك تابعت لتصريح نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باتهام الصحفيين المناوئين بالخيانة الوطنية، يعني هل يعد هذا الأمر تدشين لحرب ضد الصحافة والصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الانتقالي؟ لا، أنا أعتقد اليوم أنه تصريح هاني بن بريك هو تتويج لمجموعة من الممارسات والتحريض الذي طال عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين خلال الفترة الماضية، خاصة خلال فترة الصدام والصراع والقتال بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. ونحن أفردنا فصل في تقريرنا بيت العنكبوت الذي وثق لهذه المرحلة، نعم، فصلا من الفصول تحدث عن حالة الانتهاكات التي طالت الصحفيين. كان هنالك قائمة سوداء بالصحفيين، كان هنالك تحريض ممنهج، كثير من الصحفيين اضطروا لمغادرة عدن، كان قبل ذلك أيضا هنالك قائمة سوداء، كان هنالك في أشهر سابقة اعتقال لبعض الصحفيين، تعذيبهم في معسكر العشرين، ومعروفين الصحفيين بالاسم الجنيد والشعيبي إلى غير ذلك. واليوم يأتي تتويج هاني بن بريك، وهذا التتويج هو
تستطيع أن تقول انعكاس لثقافة الملشنة، سواء هذه الثقافة ستجدها لدى عبد الملك الحوثي ولدى هاني بن بريك نعم ولدى أطراف أخرى، لأن الصحافة مرتبطة بالدولة دائما، مرتبطة بالدولة، مرتبطة بثقافة قانونية معينة. حتى ولو كان الصحفي موجها ويعمل لصالح طرف من الاطراف، وهنالك مواثيق تحكم العمل الصحفي، سواء هذه المواثيق وهذه القوانين على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي. واذا كانت اذا كان الصحفي قد خرج او حرض، هنالك ايضا قوانين تضبط مثل هذا العمل. لكن هذا التحريض بهذا الشكل في بيئه اصبحت قيمه الانسان عباره عن رصاصه واحده، هذا يعتبر تحريض مباشر للقتل، خاصه وان اليمن خسرت الكثير من الصحفيين، نعم وكثير من يعني لا نكون مبالغين اذا قلنا بان نسبه 80 الى 85% من الصحفيين اليمنيين قد تركوا البلد وخرجوا في ارض الشتات، في الخليج، في تركيا، في ماليزيا، في اوروبا، في كل مكان، خشيه الانتقام والمصادره والانتقام من الاهالي الى غير ذلك. وايضا والاهم أنهم لا يستطيعون أن يبيدوا البيئة التي يعبرون فيها عن رأيهم وعن الأوضاع التي تعيشها اليمن بحرية تامة. نعم، إذا جميل، يعني أنه هناك قانون يعتبر هو الفيصل في الأمر إذا هناك صحفي أساء في استخدام مهنته، ولا يتم لا تتم المسألة في بطريقة الخيانة الموجهة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي أو المجلس الانتقالي في مناطق سيطرته. وهنا تساؤل آخر سيد توفيق، يعني عن السبل القانونية التي يعني يمكن من خلالها حماية الصحفيين وحق الحصول على المعلومة. هو حقيقة الأمر نحن نعيش في بيئة معقدة، بيئة تستطيع أن تسميها بيئة متخلفة، خاصة فيما يتعلق بمجال الحقوق والحريات. إذا ما قارناها بالدول العالم الثالث، دول العالم الثالث يحق اليوم للصحفي أن يتحدث في فضاء سقف السماء. هنالك قوانين تضبط، يعني هنالك قوانين تلزم الأطراف والمؤسسات والجهات بمنح الصحفي المعلومات الكافية، لأنه بالنهاية المعلومات وما يكتبه الصحفي هو ملك للقارئ أو للمشاهد على حد سواء. نحن اليوم في الدول في اليمن وفي غير اليمن ما زلنا نكافح في أسفل السلم، ما زلنا الصحفي اليوم تستطيع أن تقول ينحت في الصخر من أجل الحصول على المعلومة. وبالتالي ما يحققه الصحفيون اليوم من إنجازات، من تحقيقات إلى غير ذلك، يعتبر شيء يعني يكتب بماء الذهب، لأنهم يعملون في بيئة غير طبيعية، بمعنى البحث عن المعلومة، التحقق من المعلومة، إرسال هذه المعلومة إلى غير ذلك. وبالتالي اليوم لا سبيل لحماية هؤلاء الصحفيين إلا من خلال كشف وتعرية هذه الانتهاكات، تشكيل جبهات على مستوى الداخل، التشبيك مع مستوى الخارج، إعلام العالم، إعداد حتى أفلام وثائقية عن الصحفيين في اليمن، ما يعاني الصحفيين في اليمن، ما تعرض له الصحفيين في اليمن. أعتقد أنه حتى إلى حد الآن برغم أن هنالك تقارير واضحة تتحدث عن البيئة الصحفية وعن حالة الصحفيين في اليمن، إلا أنه أنا أعتقد أنه ما زلنا لم نقدم دون المأمول، بمعنى أنه اليوم نحن قادرين على أن نقدم صورة أوضح للعالم ما يعانيه الصحفيون في اليمن، سواء في الشمال أو في الجنوب، في الوسط أو في المشرق أو في المغرب. هنالك حالة مأساوية عادت باليمن تستطيع تقول إلى 100 قرن، إلى 100 عام قبل منذ هذا التاريخ. اليوم الصحفيون يخوضون معركة مقدسة من أجل الكلمة، هي في أشرف الميادين، يجب أن تستمر هذه المعركة برغم التضحيات التي بذلت حتى الآن. نعم، إذا نبقى مع السيد توفيق. أعود لضيفي السيد يوسف حازب. سيد يوسف، يعني هل لديكم إحصائية عن عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين في البلاد خلال الفترة الماضية؟ نعم طبعا، بالطبع هناك إحصائية وهناك تقرير سيصدر عندنا قريبا كإحصائية شاملة، لكن هناك تقارير بدأت الصدور حاليا واطلعنا على أرقامها
يعني ما يتم رفضه يجب أن يكون دقيقا، ويجب على الجميع أن يعرف أن ما يتم رفضه ليست هي الأرقام الصحيحة التي تعبر عن الواقع بدقة، لأن ما يتم الإصلاح عنه يتم الإصلاح عن أرقام جزئية وليست دقيقة بالشكل المطلوب. لكن عموما فهناك لدينا عشرات الصحفيين مخطوبتين ومعتقلين في السجون في صنعاء. الحوثيين يتحفظون على 18 صحفي، بعضهم من 2015، 13 صحفي من 2015، عبد الخالق عمران، عصام بالغيث، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، هشام طرموم، هشام اليوسفي، صلاح القاعدي، وحيد الصوفي، نبيل السداوي، حسن عناب، هؤلاء كلهم يقبعون في سجون جماعة الحوثي منذ 2015، دخلوا عامهم الخامس، الآن على مشارف نهاية العام الخامس وهم في سجون جماعة الحوثي. كلما نكون بانتظار أمل وبريق أمل أن يتم الإفراج عن هؤلاء، لأنهم مخطبون دون ذنب. تقوم جماعة الحوثي بمحاولة استغلال القضاء وإقامة محاكمة عبثية لهم، محاكمة مرفوضة. ايضا هناك معتقلين لدى الحكومه الشرعيه للاسف الشديد في مأرب، ما يزال محمد علي المقري معتقل منذ حوالي 8 شهور او اكثر. نحاول قدر الامكان ان يتم الافراج عنه، التواصل بجهاز الامن السياسي، يعني لا اجابات واضحه ولا افعال للقيام بالافراج عن الزميل محمد المقري. ايضا محمد قائد المقري المخطوط لدى تنظيم القاعده في حضرموت، ما زال مخطوطا من عام 2015، لا اسرته لا تعلم مكانه. هناك صحفيين مخطوطين ويتم تعذيبهم في عدن من قبل المجلس الانتقالي، وهناك انتهاكات تحصل بشكل يومي، الصحفيين يعيشون جحيما. لكن يجب ان اؤكد على شيء، وهو ان معركه الاطراف جميعها مع الصحفيين هي معركه خاسره. الصحفي شرس، الصحفي صلب، سيواصل النضال، ونحن نثق ان زملاء الصحفيين سيخرجون من سجون الجماعات واقوى مما كانوا وسيكونون رموزا. نعم، اذا ابقى معي، اعود للسيد توفيق. سيد توفيق، كيف تنظر الى تفاعل المنظمات والهيئات الدوليه المعنيه في حقوق الصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها؟ في حقيقة الأمر اليوم الصحفيين أو الجهات الصحفية الدولية على وجه الخصوص هي اكتفت بمجرد التقارير والبيانات الإدانة والإحصائيات التي توضح الحالة الصحفية في اليمن. أنا أعتقد أن الأمر يجب أن ينتقل إلى مستوى أعلى من ذلك، يجب أن تكون هنالك قائمة سوداء لدى الاتحاد الدولي للصحفيين، ولدى أيضا حتى نقابة الصحفيين اليمنيين في الداخل. هذه القائمة تصدر شهريا سنويا بمنتهك حقوق الإنسان، يجب أن يتحرك أمام القضاء الدولي المحلي ذو الصبغة الدولية إلى غير ذلك ضد الصبغة الدولية. يجب أن تكون هنالك حملات ممنهجة في هذا الإطار. يجب أن ينتقل إلى الإطار السياسي بالتنسيق مع جريفيث، مع المطلعين على الملف اليمني، خاصة الدول الكبرى بهذا الخصوص، لأنه اليوم عار في جبين العالم أن يبقى اليوم أن يحاكم 10 من الصحفيين اليمنيين أمام محكمة جزائية، في الأغلب ستذهب بأحكام الإعدام. هذه المحاكمة هي لا تطال 10 يمنيين، هي اليوم تحاكم الصحافة العالمية. اليوم نحن اليوم أصبحنا قرية صغيرة، محاكمة الصحفيين معناه أنه محاكمة لحرية الصحفية، الحرية الصحفية في العالم كله، وأي إدانة أو أحكام جائرة ستصدر هي في حقيقة الأمر ستكون وصمة عار على المجتمع الدولي والمعني بالشؤون الصحفية وغيرها، أن يحدث مثل هذا الانتهاك أمام عيونهم دون أن يتحركوا تحرك جاد لوقفها وإزالتها. نعم، لكن سيد توفيق، يعني أمام كل هذا الإهمال لملف الصحفيين في اليمن، يعني من بيده اليوم حماية الصحفيين، يعني خصوصا وأنهم أصبحوا عدوا رئيسا للميليشيات سواء شمالا أو جنوبا؟
لو تعيد السؤال انقطع لو سمحت. يعني كنت قد تساءلت يعني أمام كل هذا الإهمال لملف الصحفيين في اليمن، من بيده اليوم حماية الصحفيين، خصوصا وأنهم أصبحوا عدوا رئيس في نظر الميليشيات سواء في الشمال أو في الجنوب؟ لا، اليوم مسؤولية حماية الصحفيين في اليمن هي مسؤولية كل حر. اليوم كل صحفي، اليوم كل صحفي، اليوم كل صحفي عليه واجب الدفاع عن أخيه الصحفي بغض النظر عن انتمائه، عن آرائه على المستوى اليمني. نعم. اليوم مسؤولية المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية، اليوم مسؤولية وسائل الإعلام في الداخل في الخارج، يجب أن يكون هنالك تحرك وإعلانات وتذكير مستمر بهذه القيادة. أيضا مسؤولية الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية اليوم، لأن اليوم معركة الدائرة اليوم بين الشرعية ولا الشرعية، والحكومة الشرعية يجب أن تكون قدوة في هذا الجانب من خلال إطلاق كافة الصحفيين الموجودين في سجونها. اليوم للأسف الشديد نلاحظ انتكاسات تحدث في مناطق سيطرة الحكومة سواء في مأرب أو في غيرها، تحت مبررات لا تقل عن مبررات الميليشيات في صنعاء. الميليشيات تحاكم الصحفيين باسم العدوان، وهؤلاء أحيانا حتى ليس لديهم تهمة واضحة في مثل هذا الجانب، وهذه إساءة في حقيقة الأمر. اليوم الدفاع عن الصحفيين هذا واجب كل حر على مستوى العالم، يجب أن يكون هنالك تواصل مع الصحفيين الكبار، مع القنوات الكبرى، يجب أن تكون هنالك فيديوهات موثقة بلغة بسيطة بلغات متعددة، يجب أن تتحرك القضية. في قصور أحيانا منا كجانب يمني كصحفيين يمنيين في الدفاع. أنا أقول اليوم التقارير التي تصدر ليست نهاية المطاف وليس نهاية التاريخ، في النهاية نحن نصدر تقارير بلغتنا العربية، بمعنى نخاطب أنفسنا. اليوم العالم يتخاطب بأكثر من لغة، بأكثر من وسيلة، بأكثر من أداة، بأكثر من طريقة للتخاطب. بجد أن تحرك كل هذه الأدوات، يجب أن يكون هنالك فرق مهني ترصد له موازنة. اليوم معركتنا الكبرى، اليوم معركة الكلمة هي معركة الحرية، معركة الصحافة هي معركة الجمهورية. بدون إدراك مثل هذا الأمر فإننا اليوم نعطي ميليشيات الحوثي والجهات المنتهكة مبررات لتستمر في غيها. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي السيد يوسف حازم. سيد يوسف، يعني هنا يعني أنقل لك نفس التساؤل، كيف يمكن حماية الصحفيين الذين يتعرضون للانتهاكات بين فترة وأخرى، يعني خصوصا أنهم أصبحوا عدوا رئيس للميليشيات سواء في شمال البلاد أو جنوبها؟ نعم، بالطبع في البداية على عاتق الصحفي أن يحمي نفسه، وعلى عاتق الصحفيين بالإجمال أن يشكلوا يعني أو أن يقوموا بـ أو أن يعدوا آلية عمل أو يفعلوا آلية عمل لحمايتهم وحماية الصحافة بشكل عام. نعم. من خلال ربما من خلال تكوين لجان حماية أو من خلال تضافر جهود المؤسسات والمنظمات التي تعمل في الحقوق والحريات الإعلامية، أيضا من خلال دعم المؤسسات الإعلامية والصحافة والصحف والمواقع يعني التي تستطيع او لها صوت يصل الى الجهات الخارجيه والمنظمات الدوليه. نعم. بحيث تسهم بتشكيل ضغط كبير جدا على المنتهكين ومرتكبي الجرائم بحق الصحفيين. هذا في الدرجه الاولى، فالصحفي يجب عليه ان يسهم بشكل كبير جدا في حمايه نفسه، وايضا من خلال استخدام ادوات السلامه المهنيه، ادوات السلامه في العمل سواء في الميدان او في غيره، وكذلك من خلال الحيطة والحذر وعدم تعريض نفسه هو للإيذاء بشكل علني. نعم. بعمله بشكل علني في مناطق ربما يكون فيها معرض للخبر والإيذاء. الأمر الآخر، على الحكومة الشرعية أن تحترم المواثيق الدولية، أن تحترم الحريات الصحفية والإعلامية، فهي المسؤول الأول والأخير في البلاد عن احترام الحريات والحريات الإعلامية والصحفية. أما الجهات والأطراف الأخرى فهي أعتقد في الغالب لا تلقي أي اعتبار للحريات الإعلامية، ومتوقع أن يحدث منها أي شيء، لكن نعول على أي حر أن يقف
في وجه كل انتهاكات تقف ضد الصحفيين، وندعو الجميع للتضامن من اجل زملائنا الصحفيين المختطفين على وجه الخصوص. هؤلاء الصحفيين الصحفيون يعيشون هذه الايام يعني حاله ماساويه بكل ما تعني الكلمه، يجردوا من ملابسهم. هذه ايام الصقيع في صنعاء، يتم تجريد زملائنا الصحفيين المختطفين من ملابسهم، ويتم تعرضهم للبرد القارس. بالاضافه الى انهم قد تعرضوا من قبل للروماتيزم، ومعظمهم يعانون من الروماتيزم. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد يوسف حازب، رئيس منظمة صدى للإعلاميين، كنت معنا من محافظة مأرب. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.